تذكروا دي ما نزلت لكم فيديو جمال يا مرح احمد عضو مبارك لأديس يتفقد تسد اللحظة. قلنا لكم هذا سيؤثر وانتم تقولوا انت متحامل على الشرعية انت. الان اللي معه شقة في مصر ولم يعني يستطيع اثبات انه اشتراها بحوالة اتت عبر البنك في ذلك الحين يعرض نفسه للمساءلة ويمكن تصادر شقته لانه يعتبر غسيل اموال والشقة اتت بطريقة غير مشروعة. هذا واحد. الذي اوضاعهم غير شرعية او اقامتهم غير شرعية عليهم تجديد يعني مش تجديد الاقامة البحث عن كفيل مصري مواطن مصري يحفلك في السعودية وبس ومجلس الرئاسة حق له بالفندق بالفتق 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 ومعمر الألياني أمس يقول لأن مفاوضات اشتي مفاوضات اشتي كسر حاجة براسي ولا براسكم علينا وعلي وعليكم العفو. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بهدف الحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادل من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. وفقا لهذا القرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.